مشاهدينا مشاهدي النايل لايف شبكة ام تي ان، صباح الخير عليكم. النهارده يوم 28/3/2012، وهيكون معانا فقرات كتيرة زي كل يوم. بس قبل ما نستعرض فقراتنا، صباح الاول على اشرف وشريف. صباح الخير يا شريف. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير على كل مشاهدينا. طبعا الكلام لسه مستمر على كل الحاجات اللي بنتكلم فيها، وطبعا اكيد اهمها هو الدستور. كلنا متابعين لهذا الموضوع الهام جدا اللي بيمثل بدايه حقيقيه لمصر ما بعد الثوره، ودستور مصر الجديده بكل ما فيه من مناقشات وكل ما فيه من انسحابات ومشاحنات. وعشان كده هيكون النهارده عندنا فقره خاصه جدا، عشان نعرف احنا رايحين فين لازم نعرف احنا جينا منين. كتير جدا مننا ما عندوش فكره، او يمكن عارف بس مش بالتفاصيل، تاريخ الدساتير في مصر وليه الدستور ده حاجه مهمه جدا. هيكون معانا النهارده فقره خاصه جدا عن الموضوع دوت، وهيكون منورنا فيها الدكتور محمد عفيفي، وهو استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كليه الاداب جامعه القاهره، عشان يدينا ببساطه شديده جدا ايه هو تاريخ الدساتير في مصر، والمفروض نخلي بالنا من ايه واحنا بنكتب دستور مصر الجديد. صباح الخير ايمان. صباح الخير شريف. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما مليان بالسعاده والامل. ومن ضمن الامل اللي المفروض يتحط في قلوبنا طبعا في موضوع الدستور، كمان امل في ان احنا بدون تعليم مش هنوصل لاي حاجه خالص، ولا بقى يعني ولا دستور ولا اقتصاد ولا سياسه ولا اي حاجه في الدنيا. النهارده عندنا مشروعات كثيره خاصه بالتعليم في مصر، عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع، وطبعا اكيد مش هننسى ان احنا نفتح موضوع الثانويه العامه اللي هي بتاعت كل سنه. يا رب تكون الثانويه العامه المره دي هتبقى عندهم مشاريع خاصه بهذا الموضوع بشكل مختلف عن السنوات او السنين اللي فاتت. معانا الضيف الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العالي، هنتكلم معاه في هذا الموضوع. زي ما احنا عارفين طبعا ان كل يوم في جديد في الطب، وكل يوم الطب بيثبت مدى الإعجاز في القرآن. هيكون معانا النهارده دكتور سيد نافع، طبيب بشري وباحث في الإعجاز العلمي للقرآن، وهيكون موضوع الحلقة عن معرفة الشخصية عن طريق فصيلة الدم. طبعا دي حاجة جديدة علينا، وهنعرف ازاي النهارده ازاي نقدر نحدد تفاصيل الشخصية من فصيلة الدم. في جايزة اسمها جايزة الإبداع البيئي، حد سمعنا فيكم؟ لا خالص، صح؟ يعني ايه الإبداع البيئي؟ ده بي دي جايزه خدها مصري وخدها في اليابان، وده كان سنه 2001. المصري اللي خد هذه الجايزه هو اول مصري وعربي وافريقي يحصل عليها، وده كان زي ما قلنا في 2001. وعشان كده وبعد هذه الجائزه اللي هنعرف منها اكتر من خلال ضيفنا النهارده، هيكون بيفكر في مشروع لنهضه مصر. نهضه مصر يعني ايه؟ نهضه مصر يعني مشروعات في التنميه البيئيه، ومشروع في تنميه الصحراء، ومشروعات كتيره جدا لوادي موازي وغيرها، وكل ده من خلال كتاب اسمه نهضه مصر 2020. النهارده هيكون معانا ضيفنا، وهو الاستاذ علي مهران هشام، وهو اول مصري وافريقي زي ما قلنا يفوز بجائزه الابداع البيئي. نعرف اكتر ايه هو تصوره لنهضه مصر في 2020. ضيفنا النهارده فقره الصحافه اللي هنبتدي بيها كمان دقيقه تقريبا، الاستاذ محمد طلعت الهواري، الصحفي بجريده المصري اليوم. نهاركم دايما سعيد، نبتدي يومنا وإن شاء الله يوم سعيد.